انا حضرتك محروس الطباخ. طباخ؟ حلو قوي. انا جعان جدا ومش عرفت اكل الكشري. لا 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 لا، كشري ايه يا فندم؟ احنا بتوع كشري. انت بقى هتقدم لنا ايه؟ انا بلا فخر احسن واحد في مصر بيعمل ممبار. ايه الزمار دوت؟ فين الزمار؟ يعني ايه زمار؟ زمار ايه يا فندم؟ المزمار دوت. مش مزمار، انا عمر خيرت يا بيه. بقول لك احلى واحد في مصر بيعمل الممبار. المعبار ده ايه هو؟ عباره عن ايه هو؟ ده مصارين العجل. انت مجنون؟ انت عرفان منه؟ ايوه. انت ازاي تاكلوا مصارين عجل؟ ده يوم المصارين ده في بيتنا بيبقى فرحه فرحه فرحه. ده انا بقلع البنطلون. ليه؟ اول مامي تقول لي جايبه مصارين اروح انا وابويا عاملين كده. والله بنعمل مسارين كده في المنابير. ايه ده؟ منبار والله الرحمن. بس انت مقرف. مقرف ليه؟ تاكلوا مسارين عجل. بقول لك بنعملها كده في العيله، انا وبيا من غير بناطيل ونروح عاملين كده. لا انا مش عاوز المزمار دوت. مالكش في المنبار؟ مش عاوز مسارين ايه اللي اكلها. خلاص يا فندم. مش بتعمل اكل تاني؟ احلى واحد في مصر بيعمل سجق. ايه السجق ده؟ مسارين العجل. برضو؟ احنا بنعشق المصارين، نعملها بقى مره مقليه مره مشويه مره ايه. يخرب بيت كده. انا وابويا كده واقفين في الصاله عاملين كده. وانت وابوك دايما بتاكل حاجات دي؟ عشق. ده يوم الممبار والسجق ده بتبقى فرحه فرحه فرحه. اول ما نلاقي المصارين نروح مسوطين. تقعدوا تسوقوا ليه؟ بتسوقوا مرعوبين من المشروع. لا من الفرحه، مصارين ده ما بنجيبها في كل 5 سنين. لا انت مقرف، انا مش هاكل الحاجات ديت. مالكش فيها؟ ابعد خالص عن المشروع دوت. خلاص يا باشا. احلى واحد في مصر بيعمل عكاوي. ايه ديت؟ ديل العجل. بتاكلوا ديل العجل؟ ده يوم ديل العجل ده بتبقى فرحه وهيصه. بقلع مالطه انا وابويا. مالت امي جايبه الديل اروح انا زالت واروح ابويا زالت ونعمل الديل كده. والله العظيم انت وابوك لو جبتوا فول هتقلعوا. واضح ان انتوا بتحبوا تقلعوا مش بتحبوا الاكل. يا باشا من الفرحه امي جايبه العكاوي نروح عاملين الديل في ايد. انت تاكلوا ديل ده كله شعر؟ ما احنا بنروح منضفينه من الشعر في بقنا كده على طول. لا بس ما ده ممتع متعه. يا خلاص متعه في ايه؟ ديل ديل ايه المتعة في ديل؟ يوم الديل ده بقى بنقعد نعمل كده. بتزي الديل عشان ديلك تهزم. بالفعل. تعمل كده يطلع لك ديل. بس انا وابويا كده. انا وابويا بنحب اي حاجة فيها. عشان انتوا تاكلوا ديول من زمان. مش عاجبك يا بيه؟ لا مش